قفلتها يو 2 قفلتها. فانت لما تيجي تقفل النقطه دي اي خط هنا مش هيأثر هنا. فهنا دوت الفيكسل ان فورسز بتاعته بكام؟ بصفار. لكن هنا انت لما جيت حركت دي 2 سم اللي يعمل 2 سم هو عباره عن قيمه الديفورميشن اللي حصلت في الاستيفنس بتاعت السبرينج تديني 0.02 مضروبه في 2 كي اللي هي 2000 اللي انا فرضتها طلعت مثلا 40 طن. حطيتها بالصوره دي بعد كده دي للممبر رقم 2. طيب انا كده جبت الفيكسد اند فورس لكل ممبر لوحده. انا عايز اجيب الفيكسد اند فورس بتاعه الاستراكشر ككل. الممبر رقم 1 عنده هنا ديجري اوف فريدم؟ لا ما عندوش. يبقى اذا اول حاجه دي ما عندوش ديجري اوف فريدم. طيب عنده هنا ديجري اوف فريدم؟ اه عنده يو 1. طيب الممبر الثاني عنده ديجري اوف فريدم هنا؟ اه عنده يو 1. عنده هنا؟ اه عنده يو 2. اعمل اسمبل للاثنين مع بعض، اجمعهم مع بعض الفيكسد اند فورس بتاعه الاستراكشر بقى ازاي؟ هنا ده زيرو ده على طول يتصفر مش معايا، اي حاجه فيها اصفار ما اخدهاش معايا. اجمع يو 1 مع يو 1، زيرو مع سالب 40 سالب 40. اجمع بقى يو 2 هي زيرو يبقى خلاص، يبقى هي دي الفيكسد اند فورس بتاعت الايه؟ بتاعت الاستراكشر ككل. تمام؟ انا هاخدها دلوقتي في مساله، هشرح الكلام ده بالتفصيل في مساله، ده لو انا معايا فيكسد اند فورسز. طب افرض ما فيش سيتلمنت بقى ولا في اي ديسبيسمنت حصلت، يبقى لو انا جيت قفلت الديجريز اوف فريدم مفيش اي قوه جوه مفيش اي ستر من تحصل يبقى الفيكس الان فورسز بتاعتي بصفار. تمام عليها في البي اف بدل دي. تمام انت لو عايز تاخدها كده بص هو تير يعني انت عندك القانون بتاعي بي بتساوي دي فيكس الان فورسز زائد الاس في اليو. انا ممكن اودي دي فيكس الان فورس الناحيه الثانيه تبقى بي ناقص البي اف بتساوي الاس في اليو. فبالتالي فاينالي هو الموضوع كله قوه بيساوي ستيفنس في ديسبيسمنت. بس القوه دي ليها انواع، لو هي ابلايد لود هتخش جوه الترمينال، لكن انت لو هتاخدها كاكشن بقى انت لما تيجي تزق النقطه دي 0.2 سم لازم تاخد النقطه دي اتحركت قد ايه. تمام؟ وتشوف انت الحركه اللي حصلت دي هنا قد ايه وتبقى الفورس اتجاهها كده. تمام؟ لان دي كاكشن، لان انت بتقول لود النقطه دي لو اتحركت كده يبقى اكيد اللود اللي موجود هنا اتجاهه ايه؟ اتجاهه كده، فتخش فين؟ في البي. لكن انا خدتها كفيكسد اند فورس كايه؟ كرياكشن، فتخش فين؟ في البي فيكسد اند فورس. في الاخر الموضوع فاينلي هو قوه بتساوي ستيفنس في ديفورميشن. هو البي عباره عن الفورسز اللي عند النودز بتاعتي اللي هيحصل عندها ديسبيسمنت صح؟ اللي هي التوتال بقى. تمام؟ البي دي جايه منين؟ جايه من النودال فورسز اللي هي الابلايد لود زائد الفيكسد اند فورس. تمام تمام. طيب عايزين نكمل بقى بقيه المساله. انا جبت خلي بالك بص الخطوات اهو. اول حاجه حددت انا عندي كام ديجري اوف فريدم؟ يو 1 يو 2. رقم 2 جبت النودال فورسز اللي هي سالب 30 و10. رقم 3 الفيكسد اند فورسز بصفار. خلي بالك كل ده كان فرض، كل الكلام ده مش موجود. الفيكسد اند فورسز ايه؟ بصفار. رقم 2 بقى رقم كام بقى؟ 4. أربعة اللي هي الاستراكشر ستيفنس ماتريكس. زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيبها دايركت. يعني ايه دايركت؟ بشد النقطة يو 1 دي 1 تمام؟ واشوف عمل القوة قد ايه؟ خلي بالك التانية بتبقى بزيرو. بعد كده بشد يو 2 بواحد واسيب التانية بزيرو واشوفها عملت ايه في الاستراكشر ككل. لكن في الطريقة الجديدة دي بنعمل حاجة مختلفة. ايه بقى؟ باجي امسك كل سبرينج لوحده. ازاي؟ يعني ادي السبرينج ده اللي هو 2 كي وده السبرينج اللي هو 3 كي وبجيب الاستيفنس ماتريكس بتاعت كل ممبر لوحده كانه فري. طيب اقدر اجيب الاستيفنس ماتريكس بتاع الممبر ده اللي هو كي 1 ازاي؟ الممبر ده لو انا في الفراغ عنده يو 1 وعنده هنا يو 2 اوكي؟ فانت لما تيجي تشيل النقطه دي لو انت عايز تجيب الاستيفنس ماتريكس بتاعته فاكرين المره اللي فاتت عملنا ايه؟ بخلي دي 1 بتساوي 1 ويو 2 بتساوي 0. فدي هيبقى في قوه هنا 2 كي وده هيرد عليها بكام؟ 2 كي. فاول عمود 2 كي وسالب 2 كي. بعد كده بخلي يو 2 ب 1 والثانيه ب 0 فتلاقيها هنا بقت سالب 2 كي و 2 كي. اعرف بقى قاعده عامه الاستيفنس ماتريكس بتاعت اي بار اليمنت تبقى بالشكل ده. الاستيفنس برقم بوزيتيف بعد كده نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب لو كان الممبر اللي هو 3 كي يبقى الكي بتاعت الممبر رقم 2 بتساوي كام؟ 3 كي وسالب 3 كي وسالب 3 كي ونيجاتيف 3 كي. طيب عايزين بقى نجيب الكي بتاعت الاستراكشر كله اس.
اشوف بقى. خلي بالك انا عملت ايه، خدت الممبر ده لوحده والممبر ده لوحده، وقلت ان الممبر ده فرضت ان هو عنده ديجري اوف فريدم عند النقطه دي، بس هو حقيقي عنده ديجري اوف فريدم عند النقطه دي؟ لا ما عندوش، يبقى المفروض اذا العمود ده مش موجود اللي انا فرض عنده ديجري اوف فريدم، لان انا قلت ايه، قلت ان في هنا يو واحد. طيب النقطه دي عندها ديجري اوف فريدم؟ اه عندها يو واحد، واللي بينطبق على العمود بينطبق على الصف، الصف هو العمود والعمود هو الصف، تمام. طيب الكيب بتاعت الممبر رقم 2 هو عنده عند النقطه دي ديجري اوف فريدم؟ اه عنده يو واحد. طب عنده هنا ايه؟ عنده هنا يو 2، يبقى يو 1 ويو 2. بنعمل حاجه اسمها اسمبلي للماتريكس دي، بنبتدي نجمعهم مع بعض. طبعا لو عندك اصفار يبقى على طول بتصفر العمود ده مش موجود، لان هو فعلا ما فيش ديجري اوف فريدم. اوكي، يبقى اللي هيتبقى من هنا ايه؟ يو 1 1 اللي هو ده. هل في الماتريكس دي في اصفار؟ لا ما فيش. يبقى اشوف مين من هنا يتجمع مع ده. هلاقي هنا يو 1 1 ويو 1 1، امسكهم هما الاثنين اجمعهم مع بعض، هتلاقي 3 كي اتجمعت مع ال 2 كي هتديك 5 كي، دول معهمش اي حاجه ثانيه فينزلوا زي ما هم، سالب 3 كي سالب 3 كي 3 كي، هتلاقيها نفس الستيفنس ماتريكس بتاعه المره اللي فاتت. هو ايه اللي فرق مع المره اللي فاتت كطريقه في الحل؟ ايه اللي فرق؟ ان دي ان انا قسمت كل ممبر لوحده وشفت الماتريكس بتاعته، كان الكمبيوتر بيحل، بياخد كل ممبر لوحده وبعد كده يبتدي ايه يجمع النقط دي مع بعض. تمام. مش هيبان الفرق هنا، يعني في المسائل دي مش هيبان الفرق قوي، هيبان لما تبقى مساله بيم ويبقى الماتريكس بتاعتك 6 في 6، يبقى فيه 1 1 ويو 2 2 والموضوع يبقى كبير شويه. تمام. لكن مسائل البارز الموضوع مش هيبان قوي، هتحس ان تقريبا بتحل بنفس الطريقه. بس لو جه في الامتحان وقال لك سولف يوزنج الميثود اوف ستيفنس اند كونسيستنت ريدندنت واشتغلت كده تاخد 0 على طول. تمام، يعني جبت الماتريكس بالطريقه دي هتاخد 0، لازم توري له انت بتشد النقطه دي ازاي وعمل القوه هنا قد ايه وقوه هنا قد ايه زي المره اللي فاتت. بالظبط، انت بتجيب الاستفنس بتاعه كل سبرينج وتقوم مجمع. مش بس هجيب لك ازاي الماتريكس بتاعتك دي نفسها. تمام، ادي انا عندي السبرينج ده كده، اوكي، عنده ديجري اوف فريدم هنا وديجري اوف فريدم هنا. اوكي، لو انا بجيب الاستفنس ماتريكس بتاعه اي اليمنت في الدنيا بشوف الديجري اوف فريدم بتاعته ايه وابتدي اشدهم واحده واحده، يعني اشد النقطه دي واصفر دي وبعد كده اشد دي واصفر دي. تمام، زي ما كان 6 في 6 المره اللي فاتت، عملت ايه؟ خدتهم واحده واحده وخليت كل واحد بيونت ديسبيسمنت وصفرت الباقي. فانا لما اقول يو 1 بتساوي 1 ويو 2 بتساوي 0، يعني معناها النقطه دي مصد كده مقفوله مش هتتحرك. فاللي يحركها واحد يبقى اذا 1 في 2 كي يبقى اكيد كانت قوه كام؟ 2 كي، يبقى اللي بيرد هناك كده كام؟ 2 كي، فاجي في الفيكتور ده 2 كي وسالب 2 كي. هعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه، هخلي يو 2 بتساوي 1 وده يساوي 0 فيبقى مصد. فده لما تتشد كده 2 كي ده يرد عليها بكام؟ 2 كي. اوكي، فبالتالي لما اتحط هنا في الفيكتور هيبقى سالب 2 كي و2 كي. تمام، طيب بعد ما اجيب الاس على طول هات الاس انفرس بتاعي. الاس انفرس بتاعي دي تساوي 1 على المحدد اللي هو 3 في 5 15 كي سكوير ناقص 9 كي سكوير، وبعد كده اعمل ايه في الماتريكس دي؟ اشقلبها 3 كي 5 كي 3 كي. تمام، انا كده على فكره جبت اطراف المعادله دي، خلي بالك انا كل الهدف بتاعي واضح ان انا احل المعادله دي، جبت النودل جبت الفيكس لاند فورسز جبت الاستفنس ماتريكس، يبقى فاضل مين؟ فاضل اليو. تمام، فاجي احل المعادله دي هلاقي النودل فورسز سالب 30 و10 بتساوي الفيكس لاند فورسز بصفار زائد الاس اللي هي اللي تحت دي مضروبه بقى في اليوهات الحقيقيه يو 1 ويو 2 الريل، لان دول انا فارضهم بواحد. اوكي، فانا عايز اجيب بقى يو 1 ويو 2 اللي موجودين عند النقطه دول اللي عند النقطتين دول بالظبط. هعمل ايه؟ طبعا ده بصفر فما لوش لازمه معايا، هضرب في الاس انفرس يمين وشمال، فبالتالي الاس دي هتروح مع الاس دي واصطفر باليو 1 واليو 2 لوحدهم، فاقدر اجيب يو 1 ويو 2 عباره عن الاس انفرس اللي انا جايبها تحت دي اللي هي 1 على 6 كي سكوير بعد ما اطرح، خلي بالك مش شرط يديك الكي، ممكن تشتغل بيها رموز، 3 كي 3 كي 5 كي، دي الاس انفرس، اضربها في كام؟ في سالب 30 وموجب 10 واشوف الارقام دي هتطلع معايا كام في الاخر. بعد ما احلها بص بقى تحل ازاي، موضوع بسيط جدا، تضرب صف في عمود، هضرب الصف ده في العمود ده وكل ده مضروب مقسوم على 6 كي سكوير، 3 في 30
بسالب 90 و 3 في 10 ب 30 يبقى كام؟ نيجاتيف 60. نيجاتيف 60 على 6 نيجاتيف 10. ثانية. سالب 30 نيجاتيف 10 على 2. نيجاتيف 10 على 2. طيب بعد كده عندك 3 في 30 ب 90 وبعد كده 5 في 10 ب 50 يبقى 40. هتلاقيها بقت نيجاتيف 20 على 3 على الستة كي 20 على 3 يبقى 8 20 على 3 ودي هتلاقيها 20 على 3. حلها بوطيفة رأي طريقة نشوف انت هتحل ازاي وبعد كده ايه احسب الحسبة دي. كده انا جبت اليوهات الحقيقية اللي موجودة بس نتأكد منها. سالب 10 على كي وسالب 20 على 3 كي. طيب بعد ما جبت اليو فاضل الخطوه الاخيره انك تجيب الفاينل فورسز اللي موجوده عند كل اليمنت. يعني انا عندي السبرينج الاولاني اللي هو ده اللي هو 2 كي عايز اعرف القوه اللي موجوده عنده هنا كام وهنا كام. والسبرينج الثاني اللي هو 3 كي عايز اعرف القوه اللي عنده. بتجاب ازاي؟ بص بقى دي غير بتاعه المره اللي فاتت. الفيكتور انت عايز قوه هنا اف 1 وقوه هنا اف 2 عايزين نشوفهم بكام. فبعمل الفيكتور بتاع القوة F1 و F2 بيساوي الفيكسد اند فورس اللي عند 1 و 2 لو موجودين زائد الستيفنس ماتريكس بتاعة الممبر ده اللي هي 2K وسالب 2K وسالب 2K و 2K مضروبة في اليوهات اللي عنده. الممبر ده عنده يوهات فين؟ عنده هنا اليوب كام؟ بزيرو. يبقى إذن هنا زيرو. عنده هنا اليوب كام؟ يو 1 ده أنا لسه جايبها بكام؟ سالب 10 على الكي. القانون اهو يا جماعه لو انت عايز تجيب الفورس اللي في السبرينج اف بتساوي الفيكسد اند فورس اللي في السبرينج زائد الكي بتاع السبرينج مضروبه في اليو بتاعه السبرينج. تمام حضرتك شغال كل لوحده بالظبط. انا شغال الممبر ده لسه ولسه هجيب الممبر ده. تمام. طيب انا عايز اجيب بقى اف 1 الفيكسد اند فورسز عرفنا انها بصفار لان احنا عارفين من الاول ده بزيرو ده بزيرو مفيش اي فيكسد اند فورسز. يبقى اذا اف 1 واف 2 هيساوي 2 كي سالب 2 كي على نحسبها على طول هيديني كام؟ سالب اول حاجه لما تيجي تضرب ده هيقوم يديك 20 لان انت عندك 2 كي بزيرو زيرو سالب 2 كي سالب 10 على كي الكي هتطير مع كي هتبقى سالب 2 سالب 10 20. نفس الكلام هعمله هنا هيديني سالب 20. ده الممبر الاولاني. الممبر الثاني خلي بالك ده الممبر رقم 1 الممبر رقم 2 هيساوي فيكسد ان فورس بصفار الاستفنس ماتريكس بتاعتنا ب 3 كي اليوهات بقى اللي عندي عند الممبر ده كام؟ عندي يو 1 وعندي يو 2 اللي انا لسه جايبهم هنا سالب 10 على كي وسالب 20 على ال 3 كي. خلي بالك انا لو انا عايز اجيب القوه اللي هنا دي هتديني 20 ودي هنا سالب 20. اول ممبر جبناه كان عليه كومبريشن ولا تنشن؟ 20 وسالب 20 يبقى عليه كومبريشن. طيب تعالى كده نجيب الممبر الثاني هتيجي تضرب 3 كي سالب 10 على كي هيديك سالب 30 وبعد كده سالب 3 كي سالب 20 على 3 كي هيديك زائد 20. طيب ده اول صف في عمود. طيب تعالى نجيب الصف الثاني سالب 3 هيديني هنا 30 وبعد كده هيديك هنا ناقص 20. الفيكتور بتاعك في الاخر هيبقى سالب 10 وموجب 10. يبقى اذا انا لو حاطط السبرينج ده كده هلاقي فيه هنا سالب 10 وفيه هنا موجب 10 يبقى كومبريشن ولا تنشن؟ تنشن. وهتلاقي نفس الحل بتاع المساله بتاع المره اللي فاتت. اوكي؟ كده كل الفرق يا شباب في انك بتجيب الاستفنس ماتريكس بتاعتك ازاي ده كل الفرق والحته الخطوه الاخيره اللي بتحسب بيها الفاينل اند فورسز. طيب تعالى كده نعمل اكزامبل تاني للناس اللي هي بلاطه خالص. نعمل اكزامبل كده نحله بطريقه الاستفنس اند كونسيستنت ريدندن ومره بالاستفنس ماتريكس. حد عايز الكلام ده؟
كنترولر بس اوكي وفي لود كده تمام المفروض لو هتاخده كاكشن يعني اللود ده عايز يعمل ايه في الكاميرا دي بالظبط الاكشن بتاعها كده تمام فلازم لو انت هتاخده بالمنظر ده هتحطه هنا في اللود الفورس معايا طيب انا بقى هحسبه كفيكسد اند فورسز وهجيب المومنت ده من هنا هشوف كرياكشن بيساوي عامل ازاي فهحطه هنا تمام طيب انا بقى لما قلت نودال فورسز نودال فورسز يعني بقول لك شوف القوه يعني انا لو بقول ان هنا في ديجري اوف فريدم روتيشن مثلا كده تمام وفي في الحته دي مومنت 10 طن متر يبقى اذا ال 10 طن متر دي بتلف في اتجاه مين في اتجاه ديجري اوف فريدم فخدتها فين خدتها في البي اللي هي دي. تمام هو الموضوع كله ان انت عندك بي بتساوي اكس تمام كل اللي حصل ان انا قسمت بي لنوعين بي اللي هي موجوده دايركت على النقطه وبي اللي جايه ان دايركت نتيجه لوجود احمال ايه من جوه تقسمتها البي عاديه وبي فيكسد ان فورس فقلت ان دي نودال فورسز لو انا عندي قوه موجوده دايركت في اتجاه الديجري اوف فريدم ودي لو قوه ان دايركت جايه بقى من سيتلمنت جايه من لودز موجوده من جوه تمام اثرت على النقطه لكن هما في الاخر تقدر تجمعهم الاثنين في فيكتور واحد هما الاثنين بيأثروا على الجوين تمام طيب تعالى دلوقتي الناس اللي ايه اللي ما بتحبش تفهم وعايزه تخش ترص في الامتحان زي ما قال الكتاب خطوه بخطوه تمام هعمل ايه لو جه قال لي المساله دي جات لي في الامتحان وقال لي فول يوزنج الميثود اوف ستيفنس اند كونسيستنت ريدندنت رقم واحد هاجي على المساله كده واشوف الديجريز اوف فريدم بتاعتها ده فيكسد مع الهوش ده فيكسد مع الهوش دي نقطه حره ما بين اتنين سبرينج يبقى عندها اول حاجه يو واحد دي نقطه حره عندها اول حاجه يو اتنين خلصت من اول حاجه المساله دي في راس السؤال بتاعها بيقول لك ما عليهاش اي لودز بس عليها 2 سنتيمتر هوريزونتال ديسبيسمنت ات ذا رايت سبورت ما عليهاش اي لود خالص بس في 2 سنتيمتر هوريزونتال ديسبيسمنت موجوده عند الليفت سبورت سوري ليفت سبورت كده تمام في 2 سم كده انا عايزك بقى تحسب لي القوه اللي اتولدت في السبرنجات نتيجه لل 2 سم كده تمام فاول حاجه عملتها ان انا جبت الديجريز اوف فريدم تاني خطوه هعملها ان انا اجيب النودال فورسز ايه رايك في اي قوه موجوده على النود مفيش قوه دايركت موجوده على النود هعمل ايه هاجي اقول له ان النودال فورسز بي هتساوي زيرو تعالى بقى نشوف الفيكسد اند فورسز اول ما تيجي للخطوه بتاعت الفيكسد اند فورسز تعلمها بانك هتقفل عندها ديجريز اوف فريدم يعني ايه هتخلي يو 1 بزيرو ويو 2 بزيرو لان اسمها ايه فيكسد اند فورسز يعني كل ممبرز في اوله فيكسد واخره فيكسد فهاجي كده هقوم امسك النقط دي كلها هقفلها ادي السبرينج ده طيب انا لما اجي اقفل النقطه دي هما دول الديجريز اوف فريدم صح مش انا قلت فيكس دين فورسز يعني بقى في الديجريز اوف فريدم النقط دي اقفلها ولا ما اقفلهاش كده كده طبعا لان هي اصلا اوريدي ايه اوريدي مقفوله فبالتالي يعني كده قفلت كله يعني قفلت كله بالظبط تعالى بقى نجيب الفيكس دين فورسز هو بيقول لك ان اللي حصل عند الممبر اللي موجوده على الشمال ده السبورت بتاعه اتحرك 2 سم يعني السبورت اللي بره ده مشي كده قد ايه 2 سم يا ترى القوة اللي اتحركت 2 سم دي تبقى قد ايه؟ ال 2 سم اللي هي الدلتا مضروبة في الكي بتاعة الممبر يبقى اذا 0.02 مضروبة في الكي هو هيقول لك الكي مثلا ب 1000 الكي ب 1000 طن على المتر يبقى اذا 0.02 مضروبة في ايه؟ في 2000 صح؟ هتلاقيها ب 40 طن اوكي؟ يبقى اذا القوة اللي لازمة عشان تحرك النقطة دي 2 سم قد ايه؟ 40 طن يا ترى دي هترد عليها بكام 40 طن طب ايه رايك في الممبرز اللي موجوده على الشيء على اليمين دي كلها بصفار اي ضرب هنا دول ايه مش هتاثروا لان انا عملت لهم كروز يبقى ده بزيرو ده بزيرو يبقى اذا الممبر رقم واحد عنده فيكسد اند فورس بكام بوزيتيف 40 ونيجاتيف 40 بوزيتيف 40 ونيجاتيف 40 طيب الممبر رقم 2 الممبر رقم 3 طيب تعالى كده نشوف كل ممبر عنده ديجريز اوف فريدم فين الممبر رقم واحد الديجريز اوف فريدم بتاعته على الاستراكشر فين اول حاجه اول نقطه دي عندها ديجري اوف فريدم يبقى اذا دي مش محتاجها مين اللي محتاجها
اللي عندها degree of freedom ان هي دي عندها يو واحد. طب الممبر الثاني عنده يو واحد في الاول ويو اثنين اثنين في الاخر. طب الممبر الثالث عنده اثنين وعنده زيرو. طب انا دلوقتي جبت الفيكسد اند فورس الممبر الاولاني والثاني والثالث ليه؟ عشان اطلع بالفيكسد اند فورس بتاعه الاستراكشر كله. تمام؟ تطلع بكام بقى؟ سالب 40 0 0 سالب 40 0 صفر. ليه؟ لان انا مجمع دي واحد والباقي ده كله بكام؟ بصفار. تمام؟ ال 40 طن هو بيقول ان السبورت ده اتحرك 2 سم. تمام؟ فبالتالي بشوف ال 2 سم دي بقفل كل الديفيز اوف فريدم لان انا قلت فيكس الاند فورسز. عندي 2 سم اللي يعمل يحرك السبرينج ده دلتا بتساوي 2 سم هو مقدارها الدلتا مضروبه في الكيب بتاع الواحد يبقى 2 سم في 2 كي اللي هي ب 2000 تديك 40 طن. طب الناحيه الثانيه يرد عليها بكام؟ يرد عليها ب 40. لان احنا قلنا فيكسد اند فورسز انا بقفل كل ديجريز اوف فريدم ما اسمها فيكسد. تمام؟ يعني معناها ان في الاول فيكسد وفي الاخر فيكسد. تمام؟ الباقي ده كله ملوش دعوه بيه. الباقي ده كله هيجي له القوه من الاستفنس بقى من الترم بتاع الاستفنس. تمام؟ مش هيجي له القوه من الترم بتاع البي فيكسد اند فورس. طيب انا كده جبت الفيكسد البي اللي هي بكام؟ سالب 40 وزيد. طيب تعالى كده بقى نشتغل الطريقه اللي هي ميثود اوف ستيفنس اند كونسيستنت ريدمنت. خلي بالك انت كان ممكن ما تعملش كل الكلام ده وعلى طول تحطها دايركت. انت عارف على طول ان هي دي ب 40 ودي ما فيش غير عندي يو واحد هي بس اللي سالب 40 فعلى طول كنت تحط الرقم ده سالب 40 وزيرو من غير كل العك ده يعني من غير ما تعمل كل دول. حاجه بص كده على الشكل ده في الميثود اوف ستيفنس اند كونسيستنت ريدندنت كانك مش شايف كل الحاجات اللي تحت دي. بعد ما انت ما قفلت الديجريز اوف فريدم وحطيت القوه هل في اي قوه على الديجريز اوف فريدم غير ال 40؟ يبقى اذا هي مفيش غير 40 عكس اتجاه يو 1. يو 2 ما عندهاش يبقى اذا البي فيكسد اند فورس بكام؟ سالب 40 مهندس وصفر. هي مش الميثود اللي احنا بنحل بيها دي بنحل بيها الاستراكشر ككل على يعني بالظبط بالظبط. ازاي هنا اتعاملنا مع كل المنت؟ ما انا بقول لك انا كان ممكن انت ما تعملش كل الكلام ده دي بتاعت الاستفنس بالظبط. انا بس عاملها عشان اسهل عليا الخطوه بتاعت الاستفنس بس انا قصدي يعني انا دلوقتي لو انا جيت غطيت كل دول من الشكل كده دي عندها كام؟ 40 والباقي ده كله ده بزيرو فاذا انا احطها سالب 40 وصفر. اوكي تعالى بقى نيجي للخطوه بتاعه الاستفنس. بصوا يا جماعه في الجزء بتاع الاستفنس اند كونسيستنت ريدندنت ده اعتبر كده ان انا مغطي الجزء اللي تحت ده تمام وببص على الشكل بشوف الديجريز اوف فريدم موجود عندها قوه قد ايه. انا عندي يو 1 موجود عندها سالب 40 يو 2 ما عندهاش او مكتب الفيكتور اللي في الاخر ده من غير ما اكتب الخطوات دي يعني كل الخطوات دي زياده تمام لكن الخطوات دي رئيسيه في الطريقه بتاعه الاستفنس ميثود. يعني لو جه قال لك بالاستفنس ميثود لازم اكتب الكلام ده تمام. طيب تعالى كده بقى نجيب الاستراكشر استفنس ماتريكس بالطريقه دي. اول حاجه هرسم الشكل ده مرتين كده 2 كي 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 وبعد كده هرسمه مره كمان طبعا 2 كي كي كي. بص بقى هاجي يو 1 دي هقول ان حصل هنا دلتا يو 1 بتساوي 1 لكن هنا يو 2 بتساوي 0. هنا هعمل يو 1 بتساوي 0 هنا يو 2 بتساوي 1 واشوف القوه اللي اتولدت كام. لو النقطه دي اتحركت 1 لازم تضغط السبرينج ده. خلي بالك انا بقول دي ب 0 يعني ده معناه ان انا قافل الايه الحته دي فهي هتضغط السبرينج ده بكي وهتشد السبرينج ده بكام؟ بكي. يعني لو بقول لك دلوقتي انا عندي اثنين سبرينجز كده موجودين جنب بعض اوكي وهنحرك النقطه دي مقفوله ودي مقفوله وهنشد النقطه دي فانا هضغط ده وهشد ده فانا عشان اتحرك كده واحد لازم اتغلب على الاستفنس بتاع ده والاستفنس بتاع ده. هتغلب على الاستفنس بتاع ده في الكومبريشن وعلى الاستفنس بتاع ده فين؟ في التنشن. فيبقى عندي كي كومبريشن كده و2 كي تنشن كده. طب يا ترى هيأثروا ازاي على الباقي؟
ده لازم هيرد عليا بكي وده هيرد عليا باتنين كي. نيجي لتحت دلوقتي. لا انا بقول لك انا قفلت دي فاي ضرب هنا مش هيأثر هنا. لما تشد دي هتلاقي دي بكي ودي بكي ده هيرد عليك بكي وده هيرد عليه بكي. ده لو انا بجيب الاستراكشر ستيفنس ماتريكس. بعد كده هجيب الاس بتاعت الاستراكشر هتساوي كام؟ بص بقى تساوي ايه. اول حاجه هشوف مجموع القوى اللي حركت دي واحد بتساوي واحد دي كام. لازم اتغلب على مين؟ على كي واتنين كي. يبقى الرقم اللي هنا كام؟ 3 كي. ده عند النقطه رقم واحد. بعد كده شوف النقطه رقم الاتنين دي حصل عندها بقوه قد ايه. حصل عندها ايه؟ كي. نيجاتيف كي انها في الاتجاه ده. تمام. يبقى اذا هنا بشوف النقطه الاولانيه حصل عندها قوه بتساوي كام نتيجه دي واحد بتساوي واحد. والنقطه الثانيه اللي هي ديجري اوف فريدم رقم 2 اشوف عندها حصل قوه قد ايه نتيجه دي واحد بتساوي واحد. بعد كده ده الفيكتور بتاع مين؟ بتاع يو واحد. فاضل الفيكتور بتاع يو 2. هشوف انا لما انا حركت يو 2 بتساوي واحد حصل قوه هنا قد ايه عند النقطه رقم واحد؟ سالب كي. طب عند النقطه رقم 2 2 كي. كده انا جبت الاستراكشر ستيفنس ماتريكس. طالما جبتها هات الاس انفرس بالمره هتبقى عباره عن واحد على الستة كي سكوير ناقص كي سكوير 2 كي 3 كي 3 كي. كده اركان المعادله بتاعتي اللي هي بي بتساوي البي فيكسد ان فورس زائد الاس في اليو جذر. معايا البي فيكسد ان فورس معايا الاس. اوكي انا عندي دلوقتي البي بزيرو الفيكس ده فورسز اهي هوديها الناحيه الثانيه تبقى بالنيجاتيف فيبقى الرقم اللي هنا 40 و0 هيساوي الاس اللي هي هناك دي اللي فوق مضروبه بقى في واحد ويو 2 اللي انا عايز اجيبهم. هعمل ايه؟ هضرب في الاس انفرس يمين وشمال هيبقى عندي يو 1 ويو 2 هيساوي 1 على 5 كي سكوير وبعدين كده 2 كي 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 3 كي وهنا ده 40 و0. على فكره ممكن اعوض بالكيهات هو مديني الكي ب 1000 بس لو انا عايز اسيبها فانكشن في الكي عادي مفيش مشكله. هلاقيها في الاخر طلعت 80 على 5 16 16 على كي. هتطلع 0.016 و 0.008. تمام. بص كده لما تضرب 40 هيبقى عندك 80 كي مقسومة على 5 كي سكوير 16 على كي يبقى 80 على 5000 هتلاقيها طلعت 0.016. هنا دي هتلاقيها 40 على 5000 40 كي على 5 كي سكوير فهتلاقيها 40 على 5 كي يعني 40 على 5000 هتلاقيها 0.008. كده هي دي اليوهات اللي موجوده عند النقطه دي فعلا. يعني لو انا زقيت النقطه دي 2 سم دي هتتحرك 1.6 متر ودي هتتحرك 8 مل. تمام. طب انا عايز اعرف بقى القوه اللي موجوده عند كل نقطه هعمل ايه؟ هعوض فاني القانون بقى البي بتساوي بي اف زائد اس بالظبط اللي هو اف عباره عن الاف فيكسد ان فورس زائد مجموع الافات نتيجه للديجريز اوف فريدم مضروبه في الديجري اوف فريدم الحقيقيه. طيب تعالى كده نعوض في القانون. اول حاجه نمسكهم ممبر ممبر. يعني اول حاجه الممبر رقم واحد اللي هو ده هجيب عنده القوه اللي عند النقطه رقم واحد بتساوي ايه؟ الفيكسد اند فورس اللي عند الممبر رقم واحد ده النقطه رقم واحد ده الممبر رقم واحد ودي النقطه رقم واحد ودي النقطه رقم اثنين. عنده فيكسد اند فورس هنا بكام؟ بص ب 40 زائد بص بقى بقول لك مجموع الافات نتيجه للديجريز اوف فريدم يعني ايه؟ يعني انا لما جيت شديت النقطه دي يو 1 بتساوي 1 النقطه دي اتاثرت؟ ردت بكام؟ بسالب 2 كي. نقلت 2 كي في يو مضروبه في اليو 1. خلي بالك ده انا لما شديتها بواحد ضربت هنا 2 كي. طب انا بقى لما تتشد فعلا اليو بتاعتها 0.016 يبقى 0.016 مضروبه في 2 كي زائد دي لما انت شديتها يو 2 بتساوي 1 اثرت على دي؟ نعم. زيرو زيرو
مضروبه في اليو اللي هي 0.0 و اللي هي مش فارقه معايا اصلا. لو انا جيت حسبت القيمه دي الرقم ده هتلاقيه 40 ده سالب 2000 اف يو اي هتطلع لك بعد ما تحسبها تطلع 8 طن. هو ليه حاليا 40 شويه 70 الشركه اللي بتحط على ثانيه. لا بس الفيكس لاين فورس اهي اتجاهها اهي. لا انا الاشارات بتاعتي ده الموجب اللي عكسه السالب تمام. دي 2 كي الاتجاه الموجب ولا السالب؟ اتجاه السالب لكن ده في الاتجاه الموجب. بص ثبت اشاراتك واحده. احنا البوست بتاعنا كله من رايح في الاتجاه ده اهي. انت طلع معاك 8 طن ده معناها ان لازم النقطه دي عندها 8 طن كده اوكي. طيب اف 2 للممبر رقم 1 هتساوي كام بقى؟ بص بقى الاتجاه ده سالب 40 اوكي سالب 40 تمام زائد لما انا احرك يو 1 هنا بتساوي 1 هتاثر هنا ب 2 كي صح؟ يبقى اذا زائد 2 كي بالبوستل مضروبه ب 0.016 زائد طبعا الجزء ده ب 0 هتلاقي الرقم ده. خلي بالك بقى كل الفرق ان الاشاره دي اتغيرت يعني كانك ضربت في سالب هتلاقي ده بقى بدل موجب 8 بقى سالب 8 طن. ده معناه ايه؟ ان القوه اللي موجوده هنا ب 8 هو انا باخد المنزل. كل يعني باخد كل باخد ليه ما خدتش 3 كي اللي عند البوينت كلها؟ لا 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 ما انت بتاخدهم ممبر عشان انا بتعامل مع الاستراكشر ككل. لا بس لما بتيجي تجيب الفورسز بتجيبهم ممبر يعني دلوقتي في المساله اللي هي كانت زمان من شويه كانت حاجه كده وبعدين حاجه كده كان عندك هنا 10 وكان عندك هنا 30 قبل النقطه دي حاجه وبعديها حاجه ثانيه. ازاي؟ هنا كان عندك 10 وهنا كان عندك 10 اول ما عديت ال 30 بقى عندك ايه؟ كومبريشن 20 فقبليها حاجه وبعديها حاجه تمام. لكن وانت بتجيب القوه بتجيب كل قوه في الممبر بصوره منفصله. لكن انت كنت بتجيب الاستيفنس ماتريكس بتاعت الاستراكشر عشان تشوف اليوهات. طيب بعد كده الممبر رقم 2 النقطه بتاعت رقم 1 الفيكسد اند فورس عنده بكام؟ بزيرو. يبقى اذا زيرو زائد لما انت تشد النقطه دي واحد بتساوي واحد اثرت على الممبر ده بكام؟ بكي. يبقى زائد كي مضروبه ب 0.016 زائد لما انت قصرت دي يو 2 بتساوي 1 عملت هنا كام؟ عملت نيجاتيف كي سالب كي مضروبه بكام؟ 0.008 لما انا اجي احسبها هتلاقيها هتطلع 8 طن برضو بالموجب زائد 8 طن. طيب تعالى كده نحسب النقطه اللي بعديها اف للممبر رقم 2 النقطه بتاعته رقم 2 انا عايز احسب القوه اللي موجوده هنا الفيكسد اند فورس ب 0 لما انت تيجي تشد النقطه دي يو 1 بتساوي 1 هتعمل قوه هنا كام؟ سالب كي اهي هنا مضروبه في 1 اللي هي 0.016 زائد لما انت تيجي تشد النقطه يو 2 دي بتساوي 1 هتعمل كي قوه هنا كي مضروبه في 0.008 فهي طلعت بسالب 8 طن وهكذا تمام. كده انت عمال بتجيب بعد ما تخلص كل ممبر لازم ترسم السبرينج وتوضح عليه شكل القوه. يعني هنا دي طلعت 8 طن بوزيتيف وبعدين ده طلع 8 طن نيجاتيف يبقى اذا ده عليه ايه؟ كومبريشن. وطبيعي انت لما تيجي تزق خلي بالك لو طلع تنشن لازم تراجع نفسك. ازاي؟ انا زقيت ده ب 2 سم كل السبرنجات ده هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها كلها ضغط صح؟ فبالتالي ده يطلع كومبريشن اوكي؟ القوة اللي فيهم كلها واحدة، يعني أنت دلوقتي لما تيجي تزق دي بقوة وتيجي تقطع ما هو أنا يعني 2 سم يعني أنت زقيت كده ب 40 طن. تمام؟ كلهم هيتولد فيهم إيه؟ هيتولد فيهم قوة، تمام؟ فأنت لما تيجي تقطع هتلاقيهم بقوة متساوية، لكن الديفورميشنز مختلفة على حسب الاستفنس. تمام؟ طيب تعالى نحل نفس المسألة تاني لأي حد ما كانش مركز بالطريقة التانية اللي هي الميثود أوف استفنس. بص بقى في الميثود اوف ستيفنس هتعمل نفس اللي انا عملته ده في الفيكسد اند فورسز. بص بقى لازم تعمل الخطوه دي. زمان كان ممكن ما اكتبش الكلام ده، يعني كان ممكن الكلام ده ما اكتبوش ومن مجرد الشكل اقول ان الدي فيكسد اند فورسز بتساوي سالب 40 من زيرو. عرفت منين؟ ادي النقطه يو 1 عندها سالب 40 واليو 2 ما عندهاش حاجه، لكن هنا قمت رحت كاتب الفيكتور بتاع كل ممبر الفيكسد اند فورسز بتاع كل ممبر رقم 1
ممبر رقم 2 الممبر رقم 3 وجمعت وجبت الفيكسد ان فورس بتاعه الاستراكشر ككل. النودال فورسز مفيش قوه على النودز. طب افرض كنت انا فاصل مساله قلت لك كده هنا في 10 طن وهنا في 30 طن تعمل ايه؟ يبقى النودال فورسز عندك هنا ب 10 وهنا بسالب 30. لكن انا مش مديك نودال فورسز يبقى النودال فورسز بتاعتي كلها بزيرو. يعني ممكن تيجي لك المساله يقول لك ان في القوه الفلانيه in the same time with 2 سنتيمتر horizontal displacement at the left support. تمام؟ فبالتالي اخلي بالي من النقطه دي. طيب يبقى اذا البي والبي فيكسد اند فورسز الاثنين مفيش فيهم اي مشكله. تعال نجيب الاستيفنس ماتريكس. طيب اجيب الاستيفنس ماتريكس ازاي بالاستيفنس ميثود؟ بالظبط. طيب تعالى كده نجيب الكي بتاعت الممبر رقم 1 معروفه ها ده 2 كي نيجاتيف 2 كي 2 كي نيجاتيف 2 كي 2 كي الممبر رقم 2 سالب كي الممبر رقم 3 كي سالب كي. طيب تعالى كده نشوف كل ممبر عنده. خلي بالك انا جبت الكيهات باعتبار ان الممبر فري لكن هو في الحقيقه في الاستراكشر مش فري. هنا انا عندي ده بزيرو وعنده هنا ايه يو واحد يبقى اذا هنا في زيرو وهنا في واحد صح. طب الممبر ده عنده يو واحد ويو اتنين صح ولا ايه؟ تاني يو اتنين وسبعة. التاني ده عنده يو اتنين وما عندوش الناحيه التانيه اي ديجري اوف فريدم. اول ما تلاقي سبار اعرف ان دول اصلا مش داخلين معاك تمام لان النقط دي مش موجوده. طيب وده نفس الكلام اصفار مش داخل معاك. مين اللي داخل معايا؟ واحد ده واحد والرقم ده. يبقى اذا الاستراكشر ستيفنس ماتريكس لو هتجيبها اس هتساوي كام بقى؟ يو واحد واحد اللي هي موجوده هنا هتتجمع مع ده تديك كام؟ 3 كي 2. طب يو 2 1 مفيش حاجه تتجمع معاه ولا دي لكن يو 2 2 الكي تتجمع مع تديني 2 كي هتديك نفس الماتريكس اللي هي كنا جايبينها من الاول. يعني الاستراكشر ستيفنس ماتريكس احنا مسحناها بس انت لو جيت بصيت عليها من شويه كنت هتلاقيها هي نفس دي. طيب لما اجي اجيب لها الانفرس بنفس الطريقه هتلاقي الانفرس بتاعها 1 على 6 كي سكوير ناقص كي سكوير هتلاقيها نفس الشكل ده. يبقى اذا الخطوه اللي اختلفت الخطوه بتاعه الكي. طيب عايز اجيب بقى الفورس اللي في كل ممبر تتجاب ازاي؟ الاف في الممبر رقم 1 هتساوي اف 1 واف 2 هتساوي الفيكسد اند فورس بكام بقى؟ الفيكسد اند فورس بتاع الممبر الاولاني 40 الفيكتور ده 40 وسالب 40. طيب زائد مين بقى؟ قانون اهو يا شباب اف بتساوي فيكسد اند فورس زائد الكي بتاعت الممبر في اليو بتاعت الممبر. الاف اهي اللي انا عايز اجيبها ادي الاف فيكسد اند فورسز. الكي بتاعت الممبر الاولاني كام؟ 2 كي نيجاتيف 2 كي نيجاتيف 2 كي 2 كي مضروبه في كام بقى؟ ها؟ في 0 ويو 1 في 0 ويو 1 اللي هي اللي المفروض احنا حليناها. يعني انا اعتبرت ان انا جبت الاس وبعد ما جبت الاس جبت الاس انفرس بتاعتها وبعد كده حليت المعادله اللي هي حطيت الكلام ده هي نفس الكلام يعني كل الخطوات هي لحد ما جبت يو 1 ويو 2. يبقى اذا هلاقي دي 0.016 اللي هو الرقم ده بعد ما احسبهم طلع 8 وانا جبت 8 هتطلع 40 زائد 2000 في 0 نيجاتيف 2000 مضروبه في 0.016 40 ناقص 32 8 40 ناقص 32 برافو. بقى انا عندي هنا سالب 40 زائد 2 اللي هي 2000 مضروبه ب 0.016 هتلاقي عندك 40 ناقص 32 8 بتديك سالب 8. يبقى اذا الممبر الاولاني لو انا همثله كده عليه 8 طن وعليه من هنا كام 8 طن يبقى اذا عليه كومبريشن 8 طن. طيب الممبر الثاني اف على الممبر رقم 2 هجيب الاف 1 والاف 2 بتوعه الفيكسد اند فورس بتاعته بكام؟ اصفار اهو اف الماتريكس بتاعته
يو 1 ويو 2. وهنا بقى احط كام؟ يو 1 ويو 2 بالظبط. وبعد ما احلها هتضرب الصف ده في العمود ده هيديك 1000، هيبقى عندك 16 ناقص 8، وبعدين هنا عندك ناقص 16 زائد 8 هيطلع لك 8 وسالب 8. الممبر الثالث الاف الفيكسد اند فورسز بتاعه اف 1 و اف 2 هيساوي فيكسد اند فورسز بصفار زائد الماتريكس بتاعه ك وسالب ك طيب اليوهات بتاعته الممبر الثاني عنده يو 2 وعنده من هنا كام؟ صفر زيرو. يبقى اذا عنده بوينت او او وهنا كده بزيرو. فلما تيجي تحل هتضرب 1000 بوينت او او 8 يبقى يديك 8، وطبعا سالب كيف زيرو هيديك زيرو. وبعد كده هنا سالب 8 هتلاقي السبرنج بتاعك كده 8 طن 8 طن واجي اقول ان هو عليه كومبريشن. تمام؟ مفيش فرق ما بين الطريقتين غير بس الحته بتاعت الايه؟ الماتريكس والفيكسد اند فورسز. بتعمل خطوه زياده انك بتجيب كل فيكتور لوحده. مش قلت لك الفيكسد اند فورسز الطريقه اللي هي كونسيستنت بالريدندنت؟ حضرتك كنت بتشوف اي حاجه في النص بتاثر على الديجري اوف فريدم قد ايه، صح كده؟ او اي حاجه في النص ازاي يعني؟ يعني اي قوه في النص او اي فورس ديفورميشن بتاثر على الديجري اوف فريدم، صح؟ هما الاثنين زي بعض. هما الاثنين في الطريقه دي حضرتك بتعمل ايه؟ انا اشتغلت دلوقتي ستيفنس. انا بستيفنس مثلا في الستيفنس بقى عملت ايه؟ كل الفرق اللي انا عملته جبت الفيكسد اند فورسز نفس الطبيعي المره قفلت كل الديجريز اوف فريدم، جبت الفيكسد اند فورسز عرفت الممبر بقى حصل فيكسد اند فورس عند الديجري اوف فريدم بكام، حطيته في صوره فيكتور. النودال فورسز حطيتها في صوره فيكتور. الفرق كله الستيفنس ماتريكس فصصتها وخليت كل واحده لوحدها وبعدين جمعتها طلعت لي دي. تمام؟ حلتها بنفس الطريقه بتاعت اللي فاتت المعادله وجبت الاس انفرس وجبت اليوهات. وبعد كده الفرق الوحيد اللي هو بقى القانون اللي في الاخر ده اف بتساوي كذا كذا كذا، لكن هما الاثنين زي بعض بالظبط. شوف مهندس، هو اللي هي ال 40 طن دي اللي هي كانت اكشن اتنقلت، يعني انا حصلت على النتيجه بتاعتها ديفورميشن بس ولا النتيجه بتاعتها رياكشن تاني من هنا؟ تاني يعني ال 40 طن دي السبورت الثانيه دي مش هترد معايا باي فورس عليها؟ يعني مش دي هترد. جبناها ازاي؟ هترد جبناها بالستفنس. ترد بال 8 دول بس؟ احنا جبنا النورمال فورس اللي موجوده في كل ممبر. يعني انت دلوقتي دي لما انت تحركها 2 سم كل سبرينج هيحصل فيه انضغاط. تمام؟ يعني الانضغاط ده عقبال ما يتنقل يعني دلوقتي ايه؟ انت حصل عندك دلوقتي 8 في 8 في 8 لحد ما توصل لايه؟ لل 40. ال 8 ابتدت تتنقل واحده واحده، ده خد نصيبه وده خد نصيبه وده خد نصيبه. معايا؟ من بره كنت يعني ايه؟ ده حصل فيه مثلا يو 1 طلعناها بكام؟ النقطه دي النقطه دي طلعناها اتحركت 8 من 1 دي بوينت او او 8 ايوه كده عشان دي اتحركت بوينت او. يعني اول حاجه لما انت حركت دي 2 سم ده ابتدى ينضغط وده ابتدى ينضغط وده ابتدى ينضغط، صح؟ تمام. كل واحد فيه انضغاط. هل كلهم فيهم نفس الدلتا؟ لا، كلهم ما فيهمش نفس الدلتا، لكن كل واحد عمال ايه؟ عمال بيريزيست بقوه. تمام؟ فتوزعت عليه. فانا جبتها بقى بالطريقه دي. يعني انت عندك 8 مع 8 مع 8 لحد ما اتجمعت لحد ما ترد على ال 40 طن اللي حصلت من بره. تمام؟ طيب هديكوا كده بس مثال سريع. يا جماعه المره الجايه في كويز على الكلام ده. الكويز بتاع النهارده سهل والكويز بتاع المره الجايه سهل، بعد كده مفيش كويزات سهله تاني. تمام؟ فبالتالي ايه؟ ما هو لازم كده يعني نص الترم يبقى سهل. يعني الكويزات اللي هو والكويز على فكره بتاع المره اللي فاتت كان سهل مش صعب، وكنت حله معاكم. يعني انا كنت عامل معاكم مساله شبهها في اول سكشن. تمام؟ فبالتالي كده في ثلاث كويزات سهلين، في ثلاث كويزات صعبه، لازم نميز ايه؟ وفي الاخر هنكنسل كويز او اثنين. فبالتالي ايه لما يبقى في كويز صعب في النص من وسط الاربعه اللي هناخدهم يعني حاجه فير يعني. طبعا لو عليكم اللي عايزين لك كويزات ولا شتات ولا امتحان عايزين نحضر بس عايزين نحضر
انت عايز تعمل. انا دايما بعمل ايه؟ انا كنت بعمل سينفك بجيب كل الكويزات صعبه، بس عشان ايه؟ مش عشان انقصك في الدرجات وكده، باجي في الاخر برفع الدرجه، بس عشان اديك مسائل فيها افكار تحس. لكن انا دلوقتي لو انا اديتك كويز سهل اوكي وجبت فيه 10 من 10، طب يا فرحتي. وبعدين ما انت لازم تحس برضو ان في حاجات برضو انت ما تعرفهاش، فمحتاج انك تذاكر اكتر. لكن انا لو اديتك دلوقتي كويز سهل، ده انا ايه؟ ده انا برنس بقى، فاهم ازاي؟ انا اخش الميد ترم اقفل بقى وكده. لا، لازم تاخد كويز صعب يحسس ان عندك نقص، فبالتالي تروح تذاكر فتروح تقفل الميد ترم. تمام؟ فكنت بعمل كده السنين اللي فاتت، فالنظام ما عجبش، خلاص اجيب لكم كويز سهل بس ما ارفعش الدرجات، اسيبها زي هي على كده. يعني كده هي نفس النسبة اللي هيجيب 15 من 15، وهم نفس النسبة اللي هيجيبوا 13 من 13، مش هتتغير. طيب انا عندي دلوقتي السيستم ده بيقولك ان عليه 10 طن كده و10 طن كده. تعالى كده نحلها بالميثود اوف ستيفنس اند كونسيستنت ريدندنس. ده كام ديجري اوف فريدم؟ واحدة صح؟ فين؟ ده بقولك ان هو ريجيد بودي ومسموح له بالحركه كده يو، مش مسموح له واحد كده، هي بس النقطه دي هي اللي تتحرك. طيب لو انا هجيب فيكسد اند فورسز هقول ان النقطه دي مش هتتحرك، مفيش فيكسد اند فورسز صح؟ يبقى اذا البي فيكسد اند فورسز بكام؟ بزيرو. طيب البي نودال فورس بكام؟ ايه هي القوه اللي محطوطه على النود اللي عندها ديجري اوف فريدم؟ مع مين؟ مع اليو 1. يبقى اذا البي نودال ب 20. طيب اقدر اجيب الاستراكشر ستيفنس ماتريكس؟ وانا ما اقدرش احول النظام الاكوفلنت كاكوفلنت، ممكن تحولها لاكوفلنت. هي انا اقدر اجيب اعمل ايه؟ بص ما تخليش المساله شكلها يلخبطك. لو انا عايز اجيب الستيفنس ماتريكس بتاع الاستراكشر احرك يو 1 بتساوي 1 والباقي كله بصفار. يبقى اذا اخلي 1 بتساوي 1 والباقي اللي هو اصلا مش موجود بيساوي 0. فانا لو حركت يو 1 بتساوي 1 ايه اللي هيحصل؟ دي هتنضغط كي، وده هينضغط كي، وده هيتشد مين؟ كي. يبقى الاس بتساوي كام؟ 3 كي. 3 كي. يبقى اذا انت محتاج تتغلب على 3 كي عشان تعمل يو 1 بتساوي كام؟ بتساوي 1. كده انا جبت الاستراكشر ستيفنس ماتريكس واقدر احل المعادله اللي هي بي بتساوي بي فيكسد ان فورسز زائد الاس في اليو، اللي هي ايكويشن واحده. البي بتساوي 20 والفيكسد بزيرو زائد 3 كي مضروبه في اليو 1 اللي انا عايز اجيبها. يبقى يو 1 بيساوي كام؟ 20 على 3. 20 على 3 جبت اليو 1. اقدر اجيب القوه اللي موجوده في كل ممبر؟ اقدر اجيب القوه اللي موجوده في كل ممبر. ازاي؟ اف تعالى نجيب الممبر ده رقم 1. الاف اللي في الممبر رقم 1 عند النقطه رقم 1 بتاعته بتساوي فيكسد ان فورس بزيرو زائد لما انت هتحرك دي يو 1 بتساوي 1. دي هتتشد كي، يبقى ده لازم يرد عليك بايه؟ نيجاتيف كي. كده يبقى اذا في نيجاتيف كي مضروبه في كام؟ في يو 1 اللي هي 20 على 3. يبقى نيجاتيف 20 على 3. فالكي هتطير مع الكي يبقى هيديك كام؟ نيجاتيف 20 على 3 صح؟ طيب تعالى نجيب النقطه الثانيه. بص يا باشا 0 زائد كي بقى في 20 على 3 كي هيقوم يديك كام؟ 20 على 3. تمام؟ حد عنده مشكله في الايكويشن دي؟ طيب ده انا خلصت من الممبر الاولاني، تعال نخش الممبر الثاني. هتساوي 0 زائد لما انت هتحرك النقطه دي الواحد بتساوي 1، يبقى النقطه دي عندها قوه بكام؟ كي مضروبه في 20 على 3 كي هتقوم تديك 20 على 3 كي. بس خلي بالك يعني مش هي دوت. بص كده 20 على 3 كي وده كده 20 على 3 كي. عليه تنشن ولا كومبريشن؟ تنشن. خلي بالك ده هيقوم يديك بوست في الاول، بعد كده الثانيه هتقوم تديك نيجاتيف. يعني ده معناه لما اجي ارسم الممبر هتلاقي ده كده وده كده. يبقى تنشن ولا كومبريشن؟ كومبريشن. وطبيعي لما تيجي تشد دي كده او لما تيجي تدي 10 طن الاثنين دول هينضغطوا وده ايه؟ وده هيتشد. تمام؟ طب افرض انا كنت هحلها بالميثود اوف ستيفنس هعمل ايه؟ استسنش هتجيب دوت هيبقى له ماتريكس كي سالب كي نفس الماتريكس فيهم كلهم كي ودوت هيبقى له ماتريكس كي سالب كي سالب كي كي وده نفس الكلام. وبعد كده هحط اشوف الديجريز اوف فريدم
النقطة الأولانية ما عندهاش لكن ده عنده بالظبط. انا عندي هنا يو واحد وعندي زيرو وهنا عندي واحد وعندي زيرو. الزيرو ده هيتصفر والزيرو ده هيتصفر والصفر ده هيتصفر. ده العكس. لا ثانيه ده كده اللي هيتصفر تمام. فهيبقى لي ده الزيرو ده هيبقى لي كل هنا وكل هنا وكل هنا يبقى كام؟ كام برضو. وهتلاقي الحل هو نفس الحل برضو. بس برضو انت بتجيب القوه لو انت بتقول الفيكتور اف هيساوي الفيكسد اند فورسز بصفار زائد الاستيفنس ماتريكس بتاعت الممبر كي سالب كي. اليو هات اول حاجه انا عندي يو هنا بكام؟ زيرو. زيرو هنا يو واحد اللي احنا 20 على 3 كي. خلي بالك لازم تمشي بالخطوات دي. لو انت ما عملتش بالخطوات دي مش هتاخد درجات في المساله تمام. يعني لازم تعمل خطوات خطوه خطوه. شلون سواء انا لازم الدقيقه الاولى ان انا احسب من ناحيتين فاهم احسبت يعني لازم تحسب اف واحد واف اتنين ولازم ترسم الرسمه دي. ما هو بيقول لك ايه انا عايزك تطلع لي الفورس. هي نفس ممكن اكتبه بس لازم تجيبها برضه. وكمان بتتشيك على نفسك انك حل صح. يعني افرض ده ما طلعش زي ده يبقى اكيد في مشكله تمام. الايكوفلنت هتجمع الاثنين دول. البارد ده زائد ده البارد هتقوم عامل 2 كي دي هتبقى كده تمام. وتشوف القوه بقى ايه زي ما هي يعني هتحطها عند النود. يعني هتحط 20 طن عند النود دي اوكي. ما ينفعش اخده اجمعهم بالمره المسيري ايه عشان اجمع الجزء اللي انا جبته من السيري. لا بس في قوه في النص ما بينهم مش هتعرف فاصلة. لازم تحل. كنت جمعت انا اللي موجوده في الاول لكن طالما هنا دول مع بعض كده اقدر اجمعهم. اقدر اجمعهم 2 كي بس في قوه معاهم في النص فمش هقدر. طيب هو المهم ان انا كده خلصت. بس ايه هعمل حاجه بسيطه كده. ستة بتاعة الفيكسد صح؟ صح ولا ايه؟ فاكرينها؟ كانت ماتريكس كده وكان في هنا ايه على ال ال 0 0 وبعد كده نيجاتيف ايه على ال. فاكرينها ولا ايه؟ ولا مش فاكرها؟ لا طيب تعالى كده نفتكرها مع بعض. كنا قلنا ان الممبر دوت كان فيه 6 ديجريز اوف فريدم فاكرينهم؟ طب دول اكيد فاكرينهم صح؟ واحد وبعد كده هنا في اثنين بالترتيب يو 3 يو 4 يو 5 يو 6 صح؟ طيب لو كان سبرينج كان سهل جدا ما كانش عنده غير 2 ديجريز اوف فريدم والماتريكس بتاعته 2 في 2 لكن ده فريم اليمنت فعنده كام؟ عنده 6. فاذا كل عمود من دول هيمثل ايه؟ ديجري اوف فريدم. ده بتاع يو 1 ده يو 2 يو 3 يو 4 يو 5 يو 6. ايه باشمهندس العمود اللي انت عامله ده؟ انا هاجي كده على الممبر ده وبعدين همسك الديجري اوف فريدم يو 1 واحط عندها يونت ديفورميشن واقول يو 1 بتساوي 1 وتلاقي كله بكام؟ اصفار. يعني ده مقفول كده وده مقفول كده ومسكت السبورت حركته كده. فاكرين كان طلع كام؟ اي اي على ال. يعني انا ده زقيته كده يقوم يديك اي اي على ال وهنا ده هيرد عليك ايه؟ طب والشير اللي هنا بكام؟ صفر. طب اقدر احط في صوره فيكتور؟ اه هيبقى ايه؟ اي على ال صفرين بعد كده هي زيرو صح؟ طب لو انا عايز اجيب الفيكتور الثاني نفس الكلام هعمل ايه؟ نفس الكلام بس همسك دي واطلع يو 2 بتساوي كام؟ بتساوي 1. خلي بالك بقى المفروض تحفظ الكلام ده زي اسمه. المفروض اصلا تكون تقدر تستنتجه بالكونسيستنت ديفورميشن زي ما انا يعني كل واحده من دول انا مستنتجها بالكونسيستنت ديفورميشن في الورق اوكي. بعد ما تستنتجها هتلاقي ان القوه اللي مطلوبه هنا عشان تعمل يو 2 بتساوي 1 هتلاقيها طلعت 12 اي اي على ال تكعيب. وهتلاقي المومنت اللي اتولد هنا 6 اي اي على ال سكوير. جه منين؟ اشتغل كونسيستنت ديفورميشن. القانون بتاعتك دلتا 1 او زائد اف 1 دلتا 1 1 زائد اف 2 دلتا 1 2 وبعد كده يطلع لك معادلتين ولا معادله واحده؟ معادلتين لان انت عندك هنا اثنين انون صح؟ عندك الشير انون وعندك المومنت انون. جبت الاثنين دول تقدر تحل بقيه المساله. منين؟ من الاتزان.
اكيد القوة اللي هنا هتبقى 12 اي اي على ال تبعيد، والمومنت اللي هنا لازم يبقى اتجاهه كده ويبقى 6 اي اي على ال سكوير. ليه؟ لان الاثنين دول الاثنين مومنت دول مع بعض بيعملوا كام؟ 6 و6 12، والقوتين دول بيعملوا كابل عكسهم 12 اي اي على ال تبعيد، لما يضرب في ارم ال يديك 12 اي اي على ال سكوير. اقدر احط الكلام ده في صوره فيكتور، تبقى هنا كام؟ 0 وهنا 12 اي اي على على ال تكعيب، وهنا 6 اي اي على ال سكوير 0 نيجاتيف 12 اي اي على ال تكعيب 6 اي اي على ال سكوير. طيب عشان احفظها وما انساهاش خالص، بص بقى، لو دي اتشدت لفوق لازم القوه اللي تشدها تكون في اتجاهها، صح؟ فلازم دي تطلع لفوق كده، تمام؟ والمومنت ده السهم بتاعه مسحوب من الايه؟ من الاتجاه اللي انت طالع فيه. يعني ده السهم بتاعي كده جاي مع الحته اللي انا طلعت منها، اوكي؟ طيب انا لو طلعت لفوق واحد دي على طول ب 12، المومنت بنصها 6 اي اي. الشير الاوردر بتاعه ال تكعيب، لكن المومنت ال تربيع. لو كان الشير الاوردر بتاعه تربيع يبقى المومنت الاوردر بتاعه ال فيرست اوردر، تمام؟ طيب يعني كده انا لو جيت عملت المومنت، المومنت بقى هاجي اخلي يو 3 بتساوي 1، يعني الف الكلام ده بسيتا بتساوي كام؟ 1. بص بقى المومنت اللي مطلوب عشان تلف السيتا دي اكيد لازم يبقى في اتجاهها كده، كده محتاج مومنت في الاتجاه ده، قيمته كام؟ 4 اي اي على ال بعد ما حلناها بالكونسيستنت ديفورميشن، تمام؟ طيب الشير اللي هيتولد هنا قد ايه؟ هتلاقيه 6 اي اي على ال سكوير اللي موجوده فوق، تمام؟ يعني 6 اي اي على ال سكوير ده الرتبه سكوير، ده الرتبه كام؟ ال. طيب اعمل اتزان، لازم اعمل سميشن اف واي بيساوي 0، فاكيد دي 6 اي اي على ال سكوير اللي تحت، تمام؟ اجي هلاقي الاثنين دول بيلففوا كده، مومنت قد ايه؟ 6 اي اي على ال، معايا منهم 4 اي اي، يبقى الباقي هنا كام؟ 2 اي اي على ال. كده اقدر اجيب الاستيفنس ماتريكس دي كلها، لو انت عرفت دي وعرفت دي وعرفت دي. طيب تعالى نحط دي هنا في صوره فيكتور، 0 6 اي اي على ال سكوير 4 اي اي على ال 0، بعد كده نيجاتيف 6 اي اي على ال سكوير، بعد كده هنا 2 اي اي على ال. خلي بالك كل فيكتور من دول بيعبر عن حاله اتزان، يعني دي حاله اتزان ودي حاله اتزان ودي حاله اتزان. طيب انا عايز اجيب بقى دول، هستغل خواص الماتريكس دي انها سيمتريك، وان المربع ده بيساوي هو المربع ده، هحط الدياجونال ده كده، يعني هشوف الدياجونال ده هنا دوت اي اي على ال 12 اي اي على ال تكعيب 4 اي اي على ال. الدياجونال هو نفس الدياجونال بس الاوف دياجونال اليمنتس هضربها في نيجاتيف، يعني ده 0 0 دي 6 تبقى سالب 6 اي اي على ال تربيع، 0 0 سالب 6 اي اي على ال تربيع. نيجي لدي هخلي الدياجونال ده هو الدياجونال ده سالب اي اي على ال، تقدر تثبتها على فكره 2 اي اي على ال والبوب دياجونال اليمنتس. زيرو زيرو صح ولا ايه؟ تمام، دي اللي هي الماتريكس بتاعه الفيكسد فيكسد. طب افرض انا عايز اجيب الماتريكس بتاعه الفيكسد دي، يعني افرض هي ما كانتش فيكسد فيكسد كده، هروح احل تاني بقى فيكسد هنجد، هشوف الديجري اوف فريدم بتاعت فيكسد هنجد. المفروض ان انا احلها ازاي؟ ادي اهي فيكسد هنجد كده، ودي هي اصلا اوريدي فري، يعني دي كام ديجري اوف فريدم؟ المفروض انها 5 في 5، يعني المفروض انا لما اجي ارسم يو 3 في 0 شو 3 يو 6 6 بص كده انا هعملها 6 في 6 صح؟ المفروض انا عندي هنا لو انا هنا بقول يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 يو 5 يو 6، يو 6 اصلا دي اصلا مش موجوده صح؟ لان انا مهما عملت اي حاجه هنا، يعني رفعت دي لفوق شدتها اكيد مش هيتولد مومنت هنا صح؟ اكيد مش هيتولد اي مومنت هنا لان دي اوريدي ايه؟ هنجل.
فاكيد يو 6 دي كلها بكام؟ بصفار. مهما عملت مهما عملت هنا في الممبرز دي كل اللي هيتكون هنا مومنت بكام؟ بزيرو صح؟ طيب بص بقى لو انا جيت اجيب يو 1 بتساوي 1 ايه القوه اللي تعمل يو 1 بتساوي 1؟ اي على ال فبالتالي مش هتتغير يعني دي اي على ال وده هيرد عليك باي اي على ال فاذا هنا اي اي على ال 0 0 نيجاتيف اي اي على ال و0. طيب خلي بالك بقى لو انا هطلع كده شير انا عايز بقى اخلي يو 2 بتساوي 1 بص بقى القوة اللي هتطلعني كده عبارة عن 3 اي ار على ال ال تخيل بعد ما حلها بالكونسيستنت انفورميشن. على فكره المساله دي اسهل من دي ليه؟ لان ده انا لما اجي اشيل ممكن اشيل السبورت ده تمام فتبقى المساله سهله هو الاف اف واحده بس. طيب المومنت اللي هيبقى موجود هنا 3 اي اي على ال ال سكوير يعني هنا ده 3 اي اي على التكعيب ده 3 اي اي على ال ال سكوير فبالتالي لما اجي احط لما اجي اعمل التزام بقى هتلاقي دي بقى حضرتك بتقول الاف هتبقى اف واحده بس ليه يعني مش دي هنج ولا الاكسل ما هو بقى انا عندي الاكسل انا دلوقتي لما اعمل شيب ديفورميشن كده مفيش اكسل هيتولد يعني في الحاله دي تمام بعد كده مفيش مومنت هنا لما اجي احط الكلام ده يبقى عندي زيرو بعد كده 3 اي اي على ال تكعيب 3 اي اي على ال سكوير زيرو بعد كده 3 اي اي على ال تكعيب بالنيجاتيف تمام. طيب نيجي للروتيشن ادي ده كده وبعدين انا هعمل ده سيتا كده بالمنظر ده المومنت اللي يعمل الكلام ده هو عباره عن 3 اي اي على ال ال الشيل اللي هنا هتلاقيه 3 اي اي على ال سكوير خلي بالك هم كلهم 3 اي اي تمام بعد ما حلها كونسيستنت ديفورميشن الكلام ده المفروض مع الحل هتحفظه لازم هتلاقيك حافظ الفيكسد فيكسد والفيكسد هنجد لما تيجي بقى تحطها في صوره فيكتور هتلاقي ده بزيرو 3 اي اي على ال سكوير بعد كده عندك 3 اي اي على ال ال 0 نيجاتيف 3 اي اي على ال سكوير طبعا لو حطيت هنا هلاقي هنا ده اتجاه معامل كده المشكله الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه لا عادي ما فيهاش اي مشكله المفروض هات الهنج ده كده اوكي اول حاجه لما تيجي تشده كده هيبقى ايه اي اي على ال ال وهنا يرمي هنا ايه نيجاتيف اي يبقى اذا هنا نيجاتيف اي اي على ال ال 0 0 اي اي على ال ال و0 تمام طيب لما اجي اشد ده لفوق كده ايه اللي هيحصل مومنت بس بالظبط هتلاقي هنا القوه اللي انت محتاجها هتلاقيها برده 3 اي اي على ال ال تكعيب بعد ما تحلها يعني كونسيستنت ديفورميشن وهتلاقي دي 3 اي اي على ال تكعيب بص بقى دول بيلففوا ازاي بيلففوا كده صح هتلاقي المومنت بتاعك اللي جاي جاي في الاتجاه ده 3 اي اي على ال سكوير هتلاقي هنا ده 0 نيجاتيف 3 اي اي على ال تكعيب بعد كده عندك نيجاتيف 3 اي اي على ال سكوير 0 3 اي اي على ال ال تكعيب بالمنظر ده هتلاقيها بقى شكلها كده ايوه هو انا الحته بتاعت اللي هي مفيش مومنت هي اليو 6 هو انا لو ماشي جاي مش هيتولد من الصف كله كتير ولا مش هيتولد مومنت بالظبط هي 5 في 5 هي هم الخمسه دول والخمسه دول يعني ده اصلا مش موجود وده مش موجود تمام بس انا حطيتهم لك بزيرو بالنسبه للماتريكس اللي هي 6 في 6 دي هو انا اصلا ده عندي صف بزيرو ده بزيرو مش العمود ده مش العمود ده موجود لو انا حركت لو انت حركت السبورت ده انت بتقول هنا في هنج لو حركت الهنج هو هيلف ملوش دعوه بالمنشا انت لو عندك هنج هنا هو انت لما بتيجي تحرك يو 1 بتساوي 1 انت بتمسك السبورت تتحرك تمام انا عندي الفيكسيشن بتمسك الفيكس تتحركه فبيلف مع مين الاستراكشر لكن هنا الهنج انت لو جيت حركته هيلف لان هو هنج مش هيعمل حاجه في المنشا تمام انت لو لفيت الهنج الهنج اصلا هو سامح بالمومنت فتلاقيه هو عمال بيلف معاك ما بيأثرش على المنشط تمام فده بالنسبه للدوران طيب هو انا كنت هخش معاكم في حاجه اسمها كوندنسيشن بس عشان الوقت هخش فيها المره الجايه دلوقتي انا هدي كويس